كاف 24 تقول لكم الحدث بالصوت والصورة. جماعة غفصاي تعيش اليوم حدثا متميزا وهو افتتاح مركز التربية والتكوين لإدماج الماء واللي يتزامن مع العيد الأممي للنساء. احنا كنعتبروا هذا الحدث أكبر هدية اللي يمكن نقدموها للماء الغفصاوية. المركز ديال التربية والتكوين هو مشروع أنجز في إطار شراكة بين جماعة غفصاي، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، المجلس الإقليمي، الجمعية الإقليمية والمؤسسة الإقليمية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والتعاون الوطني. الأهداف ديال هذا المشروع وهو تأهيل الماء في مجالات مختلفة وخصوصا الماء التي تعيش ظروف هشاشة، لأن هذا المركز إن شاء الله يكون فاتحة الخير على الماء ديال غفصاي والماء ديال الدائرة بشكل عام، وسيمكنها من تطوير الكفاءات الذاتية ديالها وسيمكنها من تأهيل لسوق الشغل. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.